مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة واش فراسك هذه. اليوم غادي نهضر على واحد التحفة سينمائية جميلة جدا, The Silence of the Lambs, Le Silence des Agneaux, من إخراج جوناثان ديم سنة 1991 ومن بطولة جودي فوستر والكبير جدا أنتوني هوبكنز. هذا الفيلم هذا بالإضافة إلى أنه تحفة سينمائية لا نظير لها, حنو تا هو مجموعة من المعلومات الغابرة شوية واللي ماشي كلشي كيعرفها واللي غادي نحاولوا نهضروا عليها في هذه الحلقة هذه. قصة الفيلم غادي تهضر على واحد المحققة ديال الإف بي آي كلاريس اللي أدت الدور ديال هذا جودي فوستر, وغادي تستعن بالخدمات ديال واحد القاتل أن كانيبال اللي أدى الدور ديالو أنتوني هوبكنز باش أنها تقدر تحاصر واحد المجرم آخر, واحد القاتل اللي كيرعب الناس بالجرائم ديالو الفظيعة جدا. Can I help you with that? Would you? Sure. I really appreciate it. Thank you. Thank you. فلافيش ديال الفيلم كتبان واحد الفراشة وعليه واحد الجمجمة ديال الإنسان. هذه ماشي جمجمة عادية, هذه واحد اللوحة كان رسمها سلفادور دالي. سلفادور دالي راه غني عن التحريف, واحد من رواد الموجة ديال لو سورياليزم. هاد اللوحة هذه خداها المخرج باش يزيد من الجمالية ديال لافيش ديالو. Meet Mr. Acherontius Styx. Weird. He's from imported eggs. Somebody grew this guy. Fed him honey and nightshade. من جهتها الاف بي اي حاولت انها تستغل هذا الفيلم هذا باش انها تروج للمؤسسه ديالها, لان الدور ديال جودي فوستر عطى واحد الاشاعه كبير لهذه المؤسسه هذه وخلى ان هذه المهنه هذه تكون محبوبه عند النساء. وهذا الشيء اللي حاولت الاف بي اي انها تلعب عليه باش تقنع بزاف ديال الناس وباش انها تستقطب خاصه العنصر النسوي لانهم ينضموا لهذا السلك ديال الاف بي اي. يعني ان السينما دائما ماشي كتاديش غير داك الدور الفني ولا الدور الجمالي ديالها, ولكن عندها واحد الدور اخر فهاد الشيء ديال السوفت باور, فهاد الشيء ديال اننا نمروا افكار معينه. وهذا كلاريس ام ستارلينج. Congratulations. المنتجين ديال الفيلم حاولوا ان الفيلم ديالهم يكون يعني واقعي جدا باش انه يؤدي ديك الوظيفه ديال الرعب في النفس ديال المتفرج. واول حاجه داروا هي انهم حاولوا يتانسبيراو من دي فيغيال, يعني من جرائم حقيقيه داروهم سفاحين امريكيين حقيقيين, يعني دي سيريال كيلرز ديال بصح. حيت مثلا حاولوا انهم يطلعوا على الجرائم ديال تيد باندي وعلى الجرائم ديال إيد جين ومايكل هيدنيك اللي روعوا امريكا بالجرائم ديالهم السيكوباتي, ماشي غير انهم كيقتلوا الناس ولكن كيقتلوهم بواحد الطريقه اللي مرعبه جدا. والمنتجين ديال هذا الفيلم هذا حاولوا انهم يقراوا هذا السير ديال هاد الناس هادو, تعمقوا في البحث في هاد السير هادو باش انهم يغطيو القصه ديالهم, مجموعه من الاحداث المروعه اللي شكلت جزء من الحقيقه ولا من القصه ديال هاد الناس هادو. وباش يزيد واحد شويه من الواقعيه في الاداء ديال الممثلين في الفيلم ديالهم, قرروا ان جودي فوستر دوز واحد الفتره ديال المراقبه مع الاف بي اي, يعني مشات عند الاف بي اي وجلست واحد المده للدراسه والملاحظه للعمل ديال الناس باش انها تشوف السلوكات ديالهم, الطريقه ديال الهضره ديالهم, ردود الفعل ديالهم, وخلوها انها تشوف صور حقيقيه من دي سين دو كريم, يعني من مسارح ديال الجريمه كما صوروهم هما الناس ديال الاف بي اي. السيده حاولت ما امكن انها توضع راسها في واحد الاطار, واحد السياق حقيقي ديال ديك القصه اللي غتادي الدور ديالها. She's in a lot of pain, mister. She needs a vet. She broke her leg on the way down. I know it. She's been licking. Hey, don't you hurt my dog! Hey, you don't know what pain is! قبل ما يوصل للنجوميه ديالو كان السير انتوني هوبكنز دار ادوار صغيره في التلفزيون وفي افلام اللي ما معروفاش بزاف, وكان هذا الفيلم هذا ربما اخر فرصه ليه باش انه يثبت الاقدام ديالو في هوليود, يا انه يرجع لبريطانيا ويستمر في الاعمال الصغيره ديالو اللي ما معروفاش بزاف للجمهور الكبير. ولكن اللي وقع هو ان هذا الفيلم هذا نقل واحد النقله نوعيه في المسيره ديالو من خلال الاداء ديالو القوي جدا اللي قدر يربح به الاوسكار, وبالتالي طلعت الاسهم ديالو ولا واحد من النجوم الصف الاول في هوليود. هذا النجاح ديال انتوني هوبكنز ما جاش من فراغ, ولكن جا لان السيد وجد مزيان للدور ديالو.
اول حاجه بعدا هي انه دار مجموعه من الزيارات لمجموعه من السجون وجلس مع بزاف ديال 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 القتله ودار معاهم استجوابات وهضر معاهم وحاول انه يلاحظ السلوك ديالهم طريقه المشي ديالهم طريقه الهضره ديالهم باش انه يتامبريني بهذاك الدور اللي غادي يلعب. السيد غادي يمشي بعيد وغادي يخدم على واحد لو ديتاي مهم جدا باش تخرج الشخصيه بداك الشكل اللي شفناه هو الطريقه باش كتشوف الشخصيه ديالو في الناس في الفيلم. كان عنده واحد صديق ديالو وكان عنده واحد المرض في عينيه تيخلي انه فاش تيكون كيهضر مع بنادم ما تيقدرش يسد عينيه وما كيرفرفش بهم تيبقاو عينيه محلولين. وبان ليه بان داك الصديق ديالو عنده واحد الطريقه مخيفه جدا فاش كيكون كيهضر مع الناس وحاول انه يوظفها في الفيلم بديك الطريقه اللي شفنا كاملين وبديك الطريقه المخيفه. بالاضافه لهادشي كامل السيد فاش كان كيصور الفيلم كان دخل في الشخصيه ديالو 100% ملي كيكون كيجلس مع الطاقم واخا كيكونوا سالوا التصوير ما كاينش كيهضر معاهم بصفته انطوني هوبكينز ولكن كان كيهضر معاهم بصفته هانيبال ليكتر يعني دخل في ديك الشخصيه ديالو ونغامس في الاجواء ديالها وتقمصها الى ابعد الحدود. جودي فوستر صرحت بانها كانت كتفادى في البلاطو ديال التورناج لان كان كيخلعها بهذيك الطريقه باش كان كيهضر والطريقه باش كان كيجلس التصرفات ديالو كانت كلها مخيفه. المخرج براسو كان كيقول ليه يو ار ويرد يعني انت غريب شويه وهادشي يعني عجب انطوني هوبكنز حيت عرف بانه فعلا وصل للكمال في التقمص ديال الشخصيه ديالو في الاداء ديالو. من غير هادشي السيد كان عنده واحد التمكن رهيب في البلاطو ديال التورناج. فمثلا في اول مشهد اللي غيتلقى فيه مع جودي فوستر السيد خرج عن النص ورتاج لواحد الجمله زادت من القوه ديال المشهد من خلال رد الفعل ديال جودي فوستر. جودي فوستر عندها واحد لاكسون شويه جنوبي وبحال قلتي سخر من اللهجه ديالها سخر من لاكسون ديالها ورد الفعل ديال جودي فوستر يعني ارتبكات وهذا ان داكشي ما كانش في التكست ودفع جودي فوستر انها تخرج هذوك المشاعر ديال الارتباك وديال التوتر بواحد العفويه كبيره بزاف اغنت هذا المشهد هذا. I do wish we could chat longer but I'm having an old friend for dinner. Bye. هكذا كنوصلوا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش كما العاده تبارطاجيو الفيديو وديروا جيم باش القناه ديالنا توصل لاكبر عدد من الناس اللي كيهتموا بالمحتوى ديالنا. شكرا لكم على المتابعه ونشوفكم لاحقا. تحياتي.